ما هو سر نجاح تركيا في بيع مسيرات بيرقدار إلى أكثر من 25 دولة حول العالم؟ مرحبا أعزائي المشاهدين، من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو بلس. تمكنت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية من تصدير مسيراتها لعدد دول مهم في وقت وجيز وبتكنولوجيا محلية متقدمة، ما جعلها تجني في السنة الماضية قرابة 2 مليار دولار في شكل عائدات لقاء تصديرها لهذه المسيرات، ما جعلها من بين أهم 50 شركة للصناعات الدفاعية في العالم. واللافت للانتباه أنها أثبتت فعالياتها على أكثر الميادين صلابة، مثل حرب أوكرانيا والحرب الأهلية في ليبيا وحرب أذربيجان وحتى في الصومال. وظهر التفوق الجوي التركي بشكل جلي بعد دخول مسيرات بيرقدار 2B3 حيز الإنتاج، واستطاعت أن تسحق عدة مسيرات منافسة لها في السوق بشكل ملفت، لدرجة أن الأمريكيين أسموها بقاتلة MK9 Reaper. وبناء عليه، ما هي خصائص المسيرة التركية بيرقدار 2B3؟ وما علاقة سهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفوق شركة بايكار التي تصنع البيرقدار 2B3؟ ولماذا سماها الأمريكيون بمدمرة الطائرة المسيرة الخاصة بهم MK9 Reaper الأمريكية؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث تتمتع طائرة بيرقدار 2B3 بعدة معايير أساسية للطيران وميزات تجعلها واحدة من الأنظمة الجوية المتطورة. ويبلغ طول الطائرة 8.35 متر وطول جناحيها 14 متر، مما يمنحها استقرارا في الهواء. كما تستطيع حمل حمولة تصل إلى 280 كيلوغراما، وتتمتع بقدرات تحمل فائقة تتجاوز 21 ساعة في الجو. وبالنسبة للحد الأقصى لوزن الإقلاع لهذه الطائرة فهو 1600 كيلوغرام، مما يعزز قدراتها على نقل المعدات والذخائر بكفاءة عالية. ومن بين المميزات المتقدمة للطائرة قدرتها على الإقلاع والهبوط بشكل مستقل، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري ويزيد من دقة العمليات. وتستطيع الطائرة العمل في خط البصر وخارجه، مما يسمح بتنفيذ المهام من مسافات بعيدة. كما أن الأجنحة القابلة للطي تمكنها من الإقلاع والهبوط من حاملات الطائرات ذات المدرجات القصيرة، مما يوسع من نطاق عملياتها ويزيد من مرونتها في الميادين الحربية. وبهذه المواصفات والقدرات تبرز بيرقدار 2B3 كأداة قوية ومرنة في العمليات العسكرية المختلفة، قادرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام بكفاءة ودقة عالية. ولهذه المميزات الاستراتيجية قدمت أندونيسيا في 12 فبراير 2025 طلب عدد كبير من طائرات بيرقدار 2B3 وبيرقدار أكنجي من تركيا بموجب الاتفاقية المبرمة بين أندونيسيا وتركيا، حيث سيقوم الجيش الأندونيسي بشراء 60 طائرة بيرقدار 2B3 وتسعة طائرات من نوع أكنجي. كما وقعت شركة ريبابلي كورب الأندونيسية وشركة بايكار للتكنولوجيا التركية اتفاقية لتشكيل مشروع مشترك بهدف بناء مصنع للطائرات المسيرة في دولة أندونيسيا. وجرت مراسيم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بحضور مباشر من الرئيس الأندونيسي باربيو سوبينتاو ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر بوجور الرئاسي بمقاطعة جاوة الغربية الأندونيسية يوم 2 ديسمبر. وسيتم تنفيذ بناء المصنع في أندونيسيا بالتعاون بين الشركتين، لكن لم يتم الكشف بعد عن نوع الطائرة المسيرة التي سيتم إنتاجها في أندونيسيا. وكما هو معلوم، فقد طورت شركة بايكار حتى الآن 4 طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، وهي بيرقدار 2B2 وبيرقدار 2B3 المتخصصة
لحاملات الطائرات وبيركدار أكنجي التي أعددنا عنها حلقة سابقة، وبيركدار كازال إلما وهي كذلك أعددنا عنها حلقة وهي مقاتلة نفاثة. وتعد شركة بايكار واحدة من أبرز الشركات الدفاعية التركية الخاصة، حيث تتخصص في تصنيع الطائرات المسيرة وأنظمة C4A، أي القيادة والسيطرة والاتصالات والحوسبة والاستخبارات وتطوير الذكاء الاصطناعي أي الاي اي. أما اسم بايكار فهو مزيج من كلمة بايركدار وكارديسلار، يعني الأخوة بايركدار. وقد تأسست الشركة عام 1984، ويتولى إدارتها حاليا السيد سلجوق بايركدار، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زواجه من ابنته سمية أردوغان في عام 2016. وتعتبر أندونيسيا من أكبر مستوردي السلاح التركي عالميا، حيث تعتمد بشكل متزايد على تركيا في بناء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها العسكرية بصواريخ باليستية تركية وصواريخ كروز بحرية، والتي كذلك أعددت عنها حلقة سابقة يمكنكم الاطلاع عليها. كما وقعت جاكرتا أكبر صفقة تصدير للمسيرات في تركيا بشراء أكثر من 300 طائرة مسيرة. إلى جانب ذلك يشمل التعاون المشترك مجالات أخرى مثل المدرعات وبناء السفن الحربية وغيرها من المشاريع الدفاعية الاستراتيجية. في هذا السياق تلقى المغرب عددا من الطائرات المتقدمة من طراز أكنجي التي تصنعها شركة بايكار التركية، وذلك في إطار جهوده لتحديث قدراته العسكرية وتعزيز مراقبة مجاله الجوي. والمغاربة حريصون على اكتساب هذا النوع من التكنولوجيا بعد أن تمكنت القوات المغربية من الحصول على طائرات بايركدار 2B2 من الشركة ذاتها في عام 2021 مثل ما سبق وذكرنا. وفي سياق متصل أعلنت شركة بايكار مؤخرا عن إنشاء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة في المغرب بالشراكة مع الصناعات الدفاعية المحلية. وهذا التوسع لشركة بايكار في أندونيسيا في أقصى شرق العالم الإسلامي والمغرب الذي يقع في أقصى غرب العالم الإسلامي دليل على تمدد النفوذ التركي في هذا المجال، حيث تواصل تركيا تعزيز مكانتها في الصناعات الدفاعية العالمية، محققة أرقام قياسية جديدة في الصادرات ومتقدمة في شركاتها الاستراتيجية. ففي مؤتمر استراتيجيات الصناعات الدفاعية والطيران العالمي في 2025 أكد خلوص غورغون أمين صناعات الدفاع التركي أن تركيا حققت صادرات دفاعية بقيمة 7.154 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس دور البلاد المتوسع في الدفاع الدولي. وفي كلمته أمام المؤتمر أكد غورغون أن إنجازات تركيا ليست مجرد محطات اقتصادية، بل تمثل رؤية أوسع لاستقلال البلاد في مجال الدفاع. كما وصلت صناعة الدفاع التركية الآن إلى 185 دولة، مع تصدير 230 نوعاً من أنظمة الدفاع المنتجة محلياً، مما يعكس التزام تركيا بالاعتماد على الذات والريادة التكنولوجية. وقد أدت مبادرة التكنولوجيا الوطنية إلى تسريع نمو قطاع الدفاع في تركيا، مما مكنها من التحول من مجرد مورد إلى قائد استراتيجي في الدفاع في منطقة الشرق الأوسط. وأعاد غورغون التأكيد على أن تركيا تبني ليس فقط صناعة دفاعية قوية لحلفائها، ولكن أيضا نظاما بيئيا للصادرات التكنولوجية الرائدة. وتحظى أنظمة الدفاع التركية التي تم اختبارها في بيئات قتالية حقيقية الآن بطلب مرتفع في جميع أنحاء العالم. وقادت شركات مثل بايكار وروكيتسان وأسيلسان التحول في الصناعات الدفاعية، حيث قامت طائرات مسيرة متقدمة وأنظمة صواريخ وحلول الحرب الإلكترونية للشركاء الدوليين، خاصة وأن شركة بايكار التركية أصبحت تعاني من كثرة الطلب على منتجاتها منذ سنتين، خاصة بعد أن قامت نيجيريا أيضا بشراء 43 طائرة مسيرة من طراز بايكار 2B2 من تركيا لتعزيز قدراتها العسكرية في التصدي للتحديات الأمنية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.
وأكد العميد أوجهيلكا قائد قيادة الفضاء في الجيش النيجيري أن اقتناء الطائرات المسيرة التركية يأتي ضمن مشروع جوردن لدعم العمليات العسكرية، كما تم تدريب 46 من أفراد الجيش النيجيري على تشغيل وصيانة الطائرات المسيرة خلال برنامج خاص أقيم في تركيا بين مايو وسبتمبر في 2022. وأشار رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق أول أوليفيمي إلى أهمية الطائرة المسيرة في تحديث ترسانة الجيش النيجيري، معلنا خططا للحصول على أنظمة جوية مسيرة إضافية لتعزيز العمليات العسكرية في جميع أنحاء نيجيريا. وللأمانة كل هذا التقدم في مجال المسيرات التركية يقف وراءه رجل واحد بشكل ملفت للانتباه، وهو سلجوق أوزديمير بايراكدار، والذي بعد أن أتم دراسته في الهندسة في أمريكا عاد في عام 2007 إلى تركيا، حيث أصبح المدير الفني لشركة بايكار إلى أن تولى إدارة مجلسها عام 2021. وفي تلك الفترة اهتم بمجالات متنوعة في تطوير الطائرات بدون طيار التي تم تطويرها في تركيا، مثل التحكم في الرحلات وهندسة أنظمة الطيران وتطوير خوارزميات الملاحة وديناميكية وحركة الأنظمة وتطوير البرمجيات المضمنة والأجهزة الإلكترونية. كما أسس بايراكدار جمعية فريق تركيا للتكنولوجيا وترأسها عام 2017 بهدف تشجيع الشباب والمتحمسين للتطوير في مجالات التكنولوجيا المختلفة على القيام بأبحاث معمقة بالتعاون مع الجمعية، وصمم نظاما للتوجيه والتحكم في الطائرات بدون طيار في بايراكدار 2B2 تم استخدامه في صراعات عديدة، مثل الصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني في الحرب في سوريا وكذلك في العراق، واستخدم أيضا في الحرب الليبية. كما استطاع تصميم بايراكدار ميني، وهي أول طائرة بدون طيار يتم إدراجها في ترسانة الجيش التركي، ليطور بعدها نظام بايراكدار أكنجي الذي يعتبر أول نظام هجومي بدون طيار في البلاد، ويسلمه للقوات المسلحة في 29 أغسطس آب 2021. إضافة إلى ذلك، نجاح بايراكدار في وضع بصمة مهمة في إحدى أهم علامات التفوق التركي المتزايد في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، نجد كازال ألما، والتي تترجم بالعربية التفاحة الحمراء، والتي نجحت في تنفيذ أولى طلعاتها الجوية عام 2023، وتميزت بقدرتها على الطيران على ارتفاع 35,000 قدم وبسرعتها القصوى التي تتجاوز 1224 كيلومترا بالساعة، كما يمكنها حمل طن ونصف من الصواريخ والذخائر، وتصل مدة طيرانها إلى 5 ساعات. وأشرف على تنظيم مهرجان تكنوفاست للتكنولوجيا الفضاء في 27 أبريل نيسان 2023، والذي يعد الأكبر في عالم الطيران والفضاء والتكنولوجيا، كما يعتبر وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، وبدعم من مؤسسات حكومية. وبهذا بدأت تركيا تتحول من بلد كان يسترجي الأمريكان ليشتري منها المسيرات إلى منافس صعب للأمريكيين، حيث تخبرنا الأرقام أن الأتراك الآن أكثر بلد في العالم يصنع المسيرات، وتركيا الآن تسعى لتتحول إلى مركز عالمي لجذب المهندسين والعقول اللامعة في الصناعات العسكرية للمضي قدما في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد أن قفزت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسلحة من 20% قبل 20 سنة إلى 85% في سنة 2025. وبالمقارنة مع الطائرات المسيرة الأخرى مثل طائرة MK9 ريبر الأمريكية، فأن بايراكدار 2B3 تتمتع بقدرة تشغيلية مشابهة ولكن بتكلفة أقل، مما يجعلها خيارا اقتصاديا للدول التي تبحث عن تعزيز قدراتها الدفاعية دون إنفاق مبالغ طائلة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بايراكدار 2B3 بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر الموجهة، مما يعزز من فعاليتها في العمليات الهجومية والدفاعية بشكل عام.
وتعد بيرقدار 2 بـ3 خيارا قويا ومرنا في مجال الطائرة المسيرة، وتوفر توازنا جيدا بين الأداء والتكلفة، مما يجعلها منافسا قويا للطائرات المسيرة الأخرى في السوق، لدرجة أنه في 28 يناير 2025 كتب لندن بلو الرئيس التنفيذي لشركة جنرال أوتوميكس لأنظمة الطيران الأمريكية في رسالة إلى إيلون ماسك بأن دولا مثل الصين وتركيا وإسرائيل تتفوق على شركته في سوق الطائرات المسيرة بسبب البيروقراطية الحكومية الأمريكية، مؤكدا أن الشركات التركية بدأت توسع الهوة مع الشركات الأمريكية، وهذا ليس في صالح أمريكا، لأن الشركات التركية بدأت توسع في الهوة بين المنتجات التركية المقدمة في السوق والمنتجات الأمريكية المنافسة لها، والتي تمكن الأتراك مؤخرا في مجال المسيرات من تجاوز الأمريكان في الضغط على التكلفة وفي تقديم نفس المميزات لتلك المسيرات تقريبا. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا وصلت عزيزي المشاهد إلى هذا المستوى فلك تحية مني، فأنت من المتابعين الأوفياء لعرب شو بلس. وبهذا نختم حلقتنا. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.